سلام البنات، سلام يا أحلى متتبعين في العالم. حبيت اليوم نعمل هذا الماسك، ولكن قلت علاه ما نصورش الماسك هذا ونشاركه معاكم. الماسك هذا عبارة عن ماسك للتغذية العميقة للبشرة، وخاصة نحن في فصل الصيف، فصل رمضان، في شهر رمضان، يعني يكون الهالات السوداء وتكون الوجه الشاحب. وكذلك يعني كاين العديد من البنات اللي قالوا لي نحوسوا على ماسك ينحي السواد ما حول الفم، ولهذا الماسك هذا سهل ومكوناته جد بسيطة ومتوفرة في أي منزل. إذا نحتاج إلى المكونات: ملعقة صغيرة مليئة بالحليب البودرة، نصف ملعقة صغيرة من الكركم، نصف ملعقة صغيرة من الأرز المطحون، وثلاثة ملاعق من العسل، ثلاثة ملاعق صغيرة من العسل. إذا بعد ما قمنا بخلط جميع المكونات نتحصلوا على عجينة مثل هذه، يعني متماسكة، يعني تقدري تطليها في وجهك بسهولة. خليها حتى تنشف مدة 25 دقيقة، لأنه العسل شوية صعب باش ينشف، ولهذا خليها لمدة 25 دقيقة إلى أن تجف. هذا هو الماسك البنات، إن شاء الله يكون عجبكم. راني نستنى في تعليقاتكم، يعني اذا حبيتوا الماسك هذا ولا ما حبيتوش، اذا نفع معكم ولا ما نفعش. ما تنساوش تعملوا اعجاب بالفيديو هكا باش نعمل لكم فيديوهات اخرى من هذا النوع، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتنضموا لعائلتنا. صحه رمضانكم، تصبحوا بخير.